السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات أعشاب والنباتات الطبية والعطرية والمستحضرات العطارة والطب الشعبي. وبحب أنوه دايما إن احنا نعمل سبسكرايب والاشتراك أو لايك إعجاب كومنت تعليق على الفيديوهات عشان يصلكم كل جديد. وأحب أطمنكم للناس اللي بتبعت لي ان كل الاعشاب والنباتات الطبيه ان شاء الله اللي هيتابعنا هيعرف اسمائها بالعربي وبالانجليزي وكل اللغات باذن الله، حتى الاسماء العربيه المختلفه لكل حاجه هيعرفها باذن الله. تابعونا. واحب انوه تاني ان التركيب الكيميائي والاهميه الطبيه والاستخدامات الشعبيه لكل صنف هتتقال باذن الله. وكمان احب انوه، وده تحذير، اني لا اقوم باعطاء نصائح طبيه للمرضى في فيديوهاتي. انا بقول الفوائد نتيجه التركيب الكيميائي، والمريض لازم يتابع طبيب. وانصح اي حد ما تاخدش اي كلمه عن اي كلام من لا يخص علاجك من اي مرض او اي تعب من حد متخصص في الاعشاب الا بمراجعه طبيبك، لان علم الطب ملوش قواعد. اللي ينفع معاك ممكن ما ينفعش مع حد تاني، وان كل انسان مختلف في الجينات بتاعته عن اي انسان تاني. ربنا ما خلقش الناس اسطمبات، فكل انت ممكن تستفيد من حاجه، من مثلا الصمغ في موضوع الكلى، تمام، زي ما ناس كتير بتنصح، وطبعا ده كلام صحيح، لكن ممكن واحد في المية يكون عنده جين، تمام، لا يقوم بالتعبير عن نفسه ولا يقوم بإفراز إنزيم معين، لا يقوم بإفراز إنزيم أو بروتين معين اللي هو الخاص بالتخلص من الويستز أو الفضلات الكيميائية أو المركبات الجانبية اللي بتنتج عن الميتابوليزم أو التخلص من بقايا الصمغ العربي. وبذلك الشخص ده ممكن يحصل له مشكلة. وموضوع الجينات ده مهم جدا، والجيناتيك ميديسن بقى هو ده اللي ماشي بيه العالم كله، بيتجهوا ناحية ان دواء لكل مريض حسب الجيناتيك برينت بتاعته. ومعلش اللي طالع عليكم، بس هما دقيقتين حبيت انوه فيهم. ونبدأ نتكلم عن الارابيك جام او الصمغ العربي. الارابيك جام او الصمغ العربي، نشوف كده عينتين تانيين، تمام، هو ده الارابيك جام او الصمغ العربي. الصمغ العربي ده يا جماعة بداية هو الايه، هو عبارة عن مادة مناعية اصلا. يعني هو التركيب بتاعها هنشوف دلوقتي المواد الكيميائية اللي فيه، هي اصلا عاملة زي يعني مش كيميائيا زي المضاد الحيوي قوي، بس بتأدي في النبات وظيفة مناعية اساسية، يعني هي خاصة بالاميونيتي. يعني هو النبات بيفرزها عشان يدافع عن نفسه ضد الميكروبات والفطريات والميكروبس، تمام. وهو يعتبر الصمغ ده من خطوط المناعة الأولية البدائية، يعني الخط المناعي الأول للدفاع عن النبات. وطبعا في المراجع والكتب ان الصموغ عامة، الصموغ كل انواع الصمغ هي يعتبر مواد مناعية يكونها النبات عند اصابته بجروح او قطع لمنع دخول الميكروبات. سبحان الله، يعني النبات اول ما بيتجرح، اول مثلا ما حد يضرب بلطة او فاس في جسم نبات، فهي بتتعمل كده. لذلك انت تلقى الصمغ طالع كده من ايه، فلقات كده او من شقوق جوه ايه، الساق او جذع النبات او الاشجار، تمام. فهو الصمغ عامة مادة مناعية عشان يمنع دخول الميكروبات، تمام. ونشوف كده زي ما هو مذكور بالظبط. اول حاجة بيقول لي ايه، the infected plants، النباتات المصابة by wounds، الجروح or cutting مالها بقى، the secret the gum، بتفرز الايه، الجم الصمغ، within the cells surrounding، يعني داخل ايه، من الخلايا اللي بتحيط بمكان اللوكس of the infection، مكان العدوى، to prevent، اللي جاي تمنع الانتري بتاع الميكروبات inside the plant، تمام. نبدأ كده بقى نتكلم بقى الشغل الكيميائيين بتاعنا. وانصح اي حد كيميائي يعني يتابعني
هيستفاد. تعال نشوف الايه الكيميكال كومبوزيشن بتاع الصمغ العربي، بتاع الصمغ الايه العربي او الارابيك جام. اول حاجه بيقول لي ان الارابيك جام انكلوز بيحتوي على اي مؤشر رطوبه وبعدين بروتين، بروتينز واش، تمام، اش اللي هو حاجات اللي يعني ايه مخلفات كده او زي الاتربه يعني، مينرالز اللي هي الايه الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحاجات دي، شوجرز الجلوكوز والحاجات دي اللي هي البوليساكرايدز او النشويات البسيطه او الثنائيه. some minor components بعض المركبات اللي بكميات بسيطه. هناخد بقى الحاجات المهمه اللي هي بتدي الفايده الكيميائيه الصيدلانيه الطبيه اللي بيستخدموها بتاع الفارماكولوجي لصناعه الحاجات اللي ممكن تفيد مرضى الكلى واي امراض تانية، وفي الصناعات الدوائيه كبيستخدموها كانفولوب، اللي بيستخدموا الصمغ العربي كانفولوب او ك حاجه ماده ماسكه، تمام، او ماده تخلي الدواء اللي بنعمله او ماده حافظه كانفولوب او ككيز، تمام. اول حاجه 1-3 لينكد بيتا دي جالاكتو بايرانوزايل يونتس، تمام، ده مركب كيميائي وهو بيمثل الباك بون، بيمثل الباك بون للكيميكال كونستيتوينتس بتاع الايه الارابيك جام. تاني حاجه البيتا دي جالاكتو بايرانوزايل ده يعتبر السايد شينز بقى اللي داخله في الايه في الباك بون ده، تمام. طبعا ما حدش هيفهم الكلام ده للناس الكيميائيين. جويند تو فاندامنتال شين باي فاندامنتال السلسله الاساسيه باي 1-6 لينكيجز الروابط 1-6، تمام. طيب تعالى بعد كده بيقول لي الانترناشونال سبيسيفيكيشن رينج اوف مويستشر از 13% to 15%، يعني ان المعدل العالمي للرطوبة في الصمغ العربي بيتراوح من 13 ل 15%. تعالى بعد كده بيقول لي ايه ان البروتين الكونتنت البروتين كونتنت رينج من كام لكام، من 1.5% to 3%، يعني محتوى البروتيني للصمغ العربي من 1.5 لـ 3. عندي بقى الامينو اسيدز اللي موجوده في الارابيك جام، الامينو اسيدز اللي هي الاحماض الامينيه اللي هي المكون الاساسي للبروتينز، اي بروتينز بيتكون من الاحماض الامينيه دي وغيرها طبعا، هم 20 حمض اميني او 20 امينو اسيد، تمام. تعال نشوف اللي موجودين في الصمغ العربي او الارابيك جام، هم الهيدروكسي برولين، تمام، والسيرين والاسبارتام والثريونين والبرولين. يبقى البرولين والهيدروكسيبرولين والثريونين والاسبارتام والسيرين، تمام، ودول طبعا يعتبروا من الحاجات الفارماكولوجي اللي موجوده في الصمغ العربي، تمام. تعالى بعد كده المينرالز هي الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والفيروس او الايرون الحديد والفوسفورس. عندي بقى بعض الحاجات الموجوده بكميات قليله جدا اللي هي زي التريسيس، زي الليد والكوبلت والكبر، الليد الرصاص، الكوبلت الكبر اللي هو النحاس، وعندي الزنك، تمام، وعندي النيكل، وعندي الكادميوم، وعندي الكروميوم، وعندي المنجنيز. طيب تعال نشوف بعد كده بيقول لي بقى ايه كمان، ان الارابيك جام according to the genotype of the plant from which we obtain it، يعني المحتويات الكيميائية والغير عضوية والعضوية بتاعة الارابيك جام، يعني مثلا كمية الاملاح المعدنية او المينرالز وكمية الاماونت بتاعة المركبات الكيميائية بتختلف من نوع من الصمغ للتاني على حسب الشجرة اللي هو جاي منها، على حسب الشجرة اللي هو جاي منها، وعلى حسب عمر الشجرة دي، وعلى حسب الجينوتايب اللي هو التركيب الجيني، يعني ممكن شجرة من نفس النوع بس شجرة في السودان وشجرة في مثلا ايه موزمبيق، تمام، وشجرة في اليمن، ثلاث انواع من الشجر. اكيد السويل او التربة اللي مزروع فيها الثلاث شجرات اللي من نفس النوع النباتي مختلفين عن بعض،
واكيد العمر بتاع كل واحده منهم، واكيد التركيب الكيميائي للميه اللي موجوده اللي بتروح لكل واحد فيهم في اختلافات ولو حتى بسيطه. مثلا دينا موجود عنصر المغنيسيوم بكميات قليله في السودان، موجود في اثيوبيا بكميات اكبر لتوفر الطميه اكتر عندهم، وهكذا. تمام. طيب تعال نشوف الارابيك جام is a combination of مين بقى؟ الارابيك جام وفقا للي قلناه في الورقه الاولى لو رجعتها هو عباره عن كومبينيشن ما بين البوليسكرايدز والجلايكوبروتينز. البوليسكرايدز والايه؟ والجلايكوبروتينز. عندي هو يعتبر سورس للريبوز والارابينوز. الريبوز والايه؟ طبعا احنا عارفين الريبوز ده هو سكر خماسي الحلقه، تمام؟ شكله خماسي الحلقه، وهو من الايه؟ المونوساكرايدز السكريات الاحاديه، تمام؟ وهو والارابينوز ده، حتى ارابينوز جايه من انه الاول ما تسمى كان جاي من الارابيك جام، تمام؟ اول ما تسمى كانوا بيستخلصوه من الارابيك جام او الارابيك يعني عربي، فعشان كده سموه سكر الارابين الارب الارابينوز، سكر الارابينوز. وبكده نكون خلصنا حلقة الأرابيك جام، وأتمنى من الجميع إن هم يدعموا القناة ويكونوا بيشيروا وبيعملوا اشتراك ويتابعونا باستمرار، وإن شاء الله لما تدعموا القناة مش هنبخل عليكم بأي معلومة، وإن شاء الله في حلقة جاية للناس اللي مهتمين بالتجارة وبعملية التصدير، إزاي تنشئ مكتب أو شركة استيراد، شركة تصدير أعشاب ونباتات طبية، وإيه هي الدول اللي هتستهدفها، وإيه هي الأصناف اللي بتحتاجها كل دولة. وأتمنى للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Goodbye for next video.